قولي لنا كده من البداية، بدأتي تغني من امتى؟ انت بتغني من وانت صغيرة، لكن بدأتي فعلا مسيرتك الغنائية من كام سنة بس؟ يعني انا بغني من زمان جدا، بس يعني عارفة بداية الخطوات اللي ابتديت اعملها، بس كانت لسه برضو ما سمعتش 2014. يعني دي كانت بداية الخطوات، بس برضو ما سمعتش قوي، لان انا برضو كان ناقصني شوية دعاية وشوية انتشار. الخطوة الفعلية اللي ابتدت تعملي حاجة كانت 2019 بأغنية اسمها الليامة، ونزلت برضو الحمد لله، خدت نجاح ونسبة مشاهدة عالية. حلو. وغنيتها أنا كمان في حفلة كبيرة اتعملت في جامعة من الجامعات الكبيرة، وجمهور بقى، فأنا يعني عارفة دي كانت بالنسبة لي البداية. لكن قبل كده الأوبرا طبعا بالنسبة لي كانت بداية برضو، بس هي للأسف إن الانتشار بيبقى صعب شوية، أو يعني محتاجة شوية وقت أكتر. بالظبط. لكن أنا أصلا طريقي كان الأوبرا، موسيقى عربية، الحاجات دي، ويمكن ده هو اللي سهل عليا حاجات كتير ووصلني بناس ما كنتش عارفه اوصلها. حلو جدا.